عاد امام وثرو حلو القاها هو وجوه او لعب التكر يكفى فخر يكفى فخر. احد خريجي مدرسة الاخلاق والمبادئ في القلعة الحمراء، مهاجم يعرف جيدا الطريق للشباك، ومدرب حاز البطولات عقب الاعتزال، محلل رياضي لا يشق له غبار في توصيف مباريات كرة القدم وتحليل أداء اللاعبين والمدربين. إنه شيخ المحللين العرب وأحد أساطير النادي الأهلي على مر العصور، الكابتن المخضرم القدير طه إسماعيل. ولد الشيخ طه في 8 فبراير سنة 1939 في حي المعادي، وبعد ممارسة كرة القدم في شوارع الحي رفقة أصدقاء الطفولة انضم للنادي المصري القاهري، حيث لعب معه في ذلك النادي النجم الآخر في صفوف المارد الأحمر ميم الشربيني، قبل أن تقع أعين كشفي الأهلي عليهما وينضما معا للأهلي عام 1951. طه إسماعيل باختصار شديد هو اكتشاف المدرب المجري السابق للقلعة الحمراء تيتكوش، حيث أعجب بقدرات الفتى الصغير منذ أن وقعت عيناه عليه، فضمه لمعسكر إعداد الفريق في مطروح ولعب مباراة به وسجل هدفين. طه في الوينج الشمال لصالح سليم، وانتو بينه وبين طه هو وجول وبيحطه في الجول، الجول الثاني الجول الثالث. خلال هذه الرحلة مع المارد الأحمر لاعبا، حصد طه إسماعيل 9 بطولات، منها 4 بطولات للدوري و3 بطولات في كأس مصر، بالإضافة إلى دوري منطقة القاهرة عام 1958 وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وسجل خلال مشواره 81 هدفا بالقميص الأحمر. كما نال مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية سنة 1959، وتوج بلقب أفضل لاعب في مصر عام 1961 و1962. ولا تنسى جماهير القلعة الحمراء وعشاق طه إسماعيل مباراة ربع نهائي كأس مصر عام 1967 أمام طنطا، حيث كانت الأخيرة للشيخ طه مع الشياطين الحمر، وبعدما قاد الفريق للفوز 2-1 وسجل هدفي الفريق في عملاق الدلتا حينذاك، أعلن اعتزاله كرة القدم وهو في قمة تألقه وعلى ذراعه شارة قيادة الفريق الأعظم في إفريقيا. وعقب الاعتزال اتجه لعالم التدريب، فدرب الكثير من الفرق داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها بيته النادي الأهلي الذي قاده للفوز بكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الثالثة والاحتفاظ بكأس البطولة للأبد. كما تولى تدريب منتخب مصر الأول مرتين ومنتخب الشباب، وكانت نهاية الرحلة التدريبية مع الدراويش عام 1999. وفي السنوات الأخيرة اتجه للعمل الإعلامي في التحليل الرياضي بعدد من القنوات التلفزيونية، وأثبت حنكة وخبرة كبيرة كعادته في هذا المجال أيضا. أما سر لقب الشيخ فيعود للعام 1959، حين سجل في مرمى الحارس الشهير للترسانة زعتر في نصف نهائي بطولة كأس مصر وهو صائم آنذاك، يطلق عليه الجميع الشيخ طه، فضلا عن أنه اشتهر بتدينه الشديد. كرة مش بيبقى حظ، يعني أنا ما أعترفش مثلا بحكاية النواحد إلا في ناحية التوفيق، يعني بعتبر فريق موفق وفريق غير موفق.